حاتم الشلامي المدير التنفيذي لوحده الشؤون المالي والرقمي تابعه لمكتب وزير الشباب والرياضه. الحقيقه احنا متواجدين النهارده في فعاليات قمه الشؤون المالي والرقمي في الاستاذه الثانيه القاهره 2024. من ضمن المخرجات اللي طلعنا بيها والتوصيات هي ان احنا اطلقنا مشروع ضخم جدا وهو الزماله التكنولوجيه للشباب، ودي تعتبر في ضوء توجهات الرئيس الجمهوريه نحو الاقتصاد المستدام وفرص العمل الجديده للشباب، وحرص سيادته على اطلاق منصات لتعليم الشباب كافه انواع التعليم الجديد زي البرمجه وخلافه. فاحنا اطلقنا الزماله التكنولوجيه للشباب، ودي هيتعلم فيها الشباب عدد كبير قوي وحزم كبير قوي من التدريبات التكنولوجيه واللي متعلقه بالبرمجه والمتعلقه بكل المجالات التكنولوجيه للشباب والماليه. فدي ان شاء الله هنطلقها، وده هيبقى مشروع ضخم بالتعاون مع عدد كبير من الجهات المعنيه في الدوله وكمان شركات القطاع الخاص، عشان تبقى فعلا منتج محترم يقدم للشباب نقدر ان احنا نستفيد بيه ونطلع جيل واعد فعلا نقدر يفيد الدوله في جميع المناحي وجميع الادوار اللي هتوكل ليه على مدار الاجيال اللي جايه ان شاء الله. فدي حقيقه احنا اطلقناها من القمه، وان شاء الله تكون نقطه فارقه وعلامه فارقه في تطوير وتمكين الشباب في مصر ان شاء الله. شكرا.